اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، وموضوعنا الحواري الهام تحت عنوان تعزيز الوعي والانتماء للشباب المصري لمواجهة التحديات الحاضر والمستقبل. هنتكلم على محاور كثيرة جدا من خلال لقائي مع ضيفتي الكريمة اللي بتشرفنا في لقاء الليلة، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بك دكتورة منى، منوراني ومشرفاني. أهلا بحضرتك، شكرا وشكرا على الدعوة الكريمة، وبحييك على البرنامج طبعا، وبشكركم إن أنا يعني وبشكر الجمهور كله إن شاء الله المشاهدين، ويا رب اللقاء يعجبهم بإذن الله. إن شاء الله. حضرتك لك محورين، يعني أنت أستاذ علم اجتماع واجتماع أسري بالتحديد. أيوة. وأيضا يعني معنية بشؤون الشباب من خلال المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الشباب، فهيكون أحيان عندنا كلام بشكل أوسع إن شاء أكيد الله. عاوزين نتكلم في البداية على التحديات الحاضر والمستقبل اللي بتقابل النشأ والشباب في ظل التقدم التكنولوجي وتأثير ذلك على الهوية المصرية، قيم الولاء والانتماء، مع محاولة طبعا بعض الأقلام المعادية، بعض وسائل الإعلام المعادية، التشويش على فكر الشباب. طبعا في البداية طبعا أكيد أن احنا بنتفق أن الشباب قوة مجتمعية ضخمة جدا، يعني جيل الشباب بيشكل نسبة كبيرة جدا من القاعدة السكانية للمجتمع المصري، ودي طبعا دي طاقة كبيرة جدا عندها القدرة على تحقيق مكاسب اقتصادية وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة جدا. بس مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأولية، لأن دي المؤسسات الحاكمة لتشكيل سلوك الأفراد في المجتمع. صحيح. ودي اللي بتأثر، وهي اللي بتنقل التراث الثقافي والقيم الثقافية. صحيح. عبر الأجيال المختلفة. حضرتك تقصدي بقى الأسرة ثم المدرسة. طبعا أقصد المؤسسات بقى الأولية الحاكمة لسلوك اللي هي بداية الأسرة. الأسرة. أيوة. هنتكلم عن مؤسسة التعليمية، هنتكلم عن مؤسسة الإعلام، وقد إيه إن الإعلام هنا يتحط تحتيه 100 خط. 1000 خط. طبعا لان لما بنتكلم عن الاسره في الماضي كان لها دور واضح وملموس في تنشئه الاجيال. صحيح. اكتر من الوقت الحاضر. صحيح. الوقت الحاضر المرجعيه الاساسيه بقت لابنائنا ولشبابنا هي الاعلام، وبالذات المنصات الاعلاميه. أيوة. الرقميه الجديده. صحيح. فدي اصبح هو الموجه الاساسي لفكره وتوجهاته وتكوين ارائه وتكوين شخصيته. فلما نيجي نتكلم عن بناء الانسان لازم نشوف الاول الأدوات أو المؤسسات المسؤولة عن بناء الإنسان. لما نيجي التطرف هنا ما نقصدش التطرف فقط لغير الديني، لا، احنا بنقصد التطرف بكل أشكاله. صحيح. كل أشكاله وأنواعه، حتى التطرف اتجاه الآخر، التطرف اتجاه النوع الاجتماعي، يعني كل أشكال، اتجاه فكرة، اتجاه مؤسسة. نتكلم عن التطرف الديني، ونتكلم برضو على التطرف في الناحية التانية، الإلحاد مثلا. أنا بتكلم عن كل صور التطرف. صحيح. في شكلها العام، لأن بيتكامل مع الأسرة يا دكتور بقى المدرسة على طول. طبعا، يعني أقرب مؤسسة مؤثرة مع الأسرة المدرسة. طبعا ده المدرسة كناش مهتمين، يعني لما نيجي نبص دلوقتي على دور المدرسة هنجد ان في غياب كامل لدور المدرسة. الأطفال عندنا او اولادنا في المرحلة الإعدادي والمرحلة الثانوي ما بيروحوش للمدرسة، بيبقوا قاعدين في البيت وبيهتموا بشكل اساسي وفعال. مصدر التعليم بتاعهم بتبقى السناتر الخاصه بالدروس الخصوصيه. فقد ايه الله، المدرسه دي مكون مهم جدا في شخصيه الانسان وتشكيل وعيه من خلال مش بس المعارف اللي هي خاصه العلميه، لا، المهارات الحياتيه كلها، يعني حتى زي ما حضرتك قلت المسارح، الفنون. احنا كان زمان في الاذاعه المدرسيه كل واحد بيخرج بالموهبه اللي عنده، كان عندنا مجال الحائط، كان عندنا حصه الزراعه، كان عندنا حصه الموسيقى. دلوقتي صحيح. في كل المجالات وكتاب وشعراء من خلال المجلات الحائط اللي كانت في المدرسه ومن خلال الاذاعه المدرسيه. دلوقتي كل ده فين؟ يعني كل ده غاب عن مدرستنا، فبالتالي المدرسه غابت عن اداء مسؤوليتها الاجتماعيه اتجاه الفرد واتجاه المجتمع ككل. اعتقد في الفتره قدام برضو تحديات، ومنها محاولة البعض زعزعة الانتماء والولاء عند شبابنا. كأستاذ علم اجتماع بقى ومتخصصة في المؤسسات المؤثرة في النشأ والشباب، ازاي نواجه زعزعة الانتماء؟ اولا زي ما احنا بنقول كده بتعزيز الوعي الفكري والمعرفي والبنيه العقليه. علشان كده بنقول يعني كل المؤسسات المجتمعيه والهيئات الاجتماعيه مسؤوله عن مواجهه الفكر المتطرف، مسؤوله عن تعزيز انتماء وولاء ابنائنا وشبابنا لوطنهم. وده بيكون من خلال ان احنا
يعني لو هنيجي نتكلم عن الاعلام أيوة. زي ما حضرتك قال حضرتك فيها الاعلام مكون يعني مكون ثقافي صحيح. مهم جدا صحيح. لثقافه المجتمع، والاعلام ليه دور ومسؤوليه كبيره جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. حقيقة مسؤوليه كبيره جدا على المتلقي وايضا على وسائل الاعلام اللي بنسميها تقليديه دلوقتي، لكن هي ما فيش حاجه بتموت. يعني لما كانت الصحافه موجوده لوحدها قبل وجود الراديو ظهر الراديو، قلنا الصحافه بعض الناس قالوا خلاص ماتت تراجعت، استمرت الصحافه والظهر الراديو الاذاعه. جه التلفزيون قال لك ده مقروء ومسموع ومرئي، هيقضي على كل الوسائل، عاشوا مع بعض. هو الفكره بجوده ما يقدم، دي حقيقه. عشان كده بنقول لازم يكون في بدائل. في صحيح. اعلام هابط او في اعلام بس نقدر نقول عليه زي ما بيير بورديو قال، يعني ان احنا عايشين عالم منفلت، وزي ما اورليش بيك قال ان احنا عايشين عالم بيشكل خطوره كبيره جدا، ومفكرين وعلماء عالم المخاطره طبعًا. طبعا باكد ان هي يعني مكتبه الاسكندريه مناره، ومش مناره صحيح. بس محليه، ده هي مناره عالميه بتنقل ثقافتنا حتى للاخر. وحتى هو في من خلال اللقاءات التلفزيونيه ان من ضمن البرامج الاساسيه اللي هتركز عليها مكتبه الاسكندريه اللي هو حوار الثقافات او حوارات الاسكندريه أيوة. اللي عباره عن تواصل ما بين الثقافه المصريه والثقافات صحيح. الاخرى، فاكيد دي هتنعكس على تشكيل وعي شبابنا واولادنا صحيح. واحنا بنتكلم عن الاعلام أيوة. والمخاطر بتاع الاعلام، هنجد ان دلوقتي المنصات الاعلاميه الاعلام الرقمي كل من هب ودب بيعتلي منصه اعلاميه بيبث فيها سمومه واراءه وافكاره وتوجهاته من غير يعني ضبط او من غير رقابه ذاتيه. انا حتى بقول الرقابه الذاتيه دايما، احنا كاعلاميين اقول الرقابه الذاتيه اهم من الرقابه المفروضه. لازم الاعلامي يكون في كود اخلاقي اللي احنا بنسميه كود اخلاقي، ده موجود عندنا، ولكن بعض المنصات الاعلاميه لا تعترف بذلك. ده بياخد لا يعني حاجه اساس الاختيار اللي تسمح له حتى الاطفال، يعني الصغار قبل الكبار صحيح. وكان نموذج كل طفل تقابله يقول لك انا عايز ابقى يعني نموذج من النماذج الجنود بتوعنا والضباط، فكانت قد ايه انعكاس على وعيهم، وقد ايه ان هي فعلا الدراما بتنمي مش قيم الولاء والانتماء وحب الوطن صحيح. من خلال الدراما، يعني لو احنا جينا نبص كده دلوقتي على الدراما، دلوقتي بتستهدف الربح اكتر، لان رجال الاعمال بيستهدفوا المكسب والربح اكتر من بناء المجتمع وتشكيل ثقافه. عشان كده ايقاظ وعي الدوله دخلت ولها دور كبير جدا مجتمعي، وشفنا اعمال كبيره لا لا لن يستطيع احد ان يقدمها الا الدوله. شفنا الممر، شفنا الاختيار باجزاءه المختلفه. لا نتمنى ان العوده تكون بشكل اكتر. لو حضرتك فاكر جاية. انتاج قطاع الانتاج الخاص بالدراما التلفزيونيه التلفزيون المصري طبعا التلفزيون له اعمال خالده، رأفت الهجان وجمعه أيوة. الشوال والشهد والدموع صحيح. المسلسلات اللي هي شكلتنا بجد، زي الافلام زي ما حضرتك بتقول، يعني الافلام في الخمسينات والستينات هي اللي شكلت قيمنا وتوجهاتنا. دلوقتي لما بيجي انتصار اكتوبر قبل ما يطلع فاصل، عشان هيطلع فاصل دلوقتي، بنتذكر كلنا الرصاصة لا تزال في جيبي. هذا العمل الخالد الرائع اللي هو راسخ في الوجدان لغاية دلوقتي. نخلق الأسرة والمرأة والحوار الوطني، حوار وطني طبعا اللي دعا ليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شايفة حضرتك بعين أستاذ الاجتماع هذا الحوار الوطني ازاي، ودور المرأة والأسرة المصرية فيه؟ أكيد أكيد، يعني كان السيادة الرئيس وهو بيدعو إلى إجراء حوار وطني مجتمعي شامل يتمثل فيه كل فئات وكل الرؤى وكل الاتجاهات، كان بيهدف أكيد ليه هدف كبير من الدعوة لإجراء هذا الحوار. أكيد يعني منتظر من مخرجات هذا الحوار الخيوط اللي ممكن من خلالها ننسج يعني ثوب متكامل متجانس لجسد الوطن. فالناس بتسأل يعني ايه حوار؟ يعني ايه حوار وطني؟ يعني في لسه الصدى بتاعه القوي لسه ما رسخش في المجتمع، بس احنا عاوزين ينتشر. فاحنا لما بيقولوا يعني ايه حوار، فبنحاول نعرف لهم بشكل بسيط جدا. احنا بنقول ان الحوار ده بيخلق حاله من التواصل اللي من خلالها بقدر اوصل الافكار والرؤى والاطروحات المختلفه وايضا التوجهات المتباعده، بحيث ان احنا نوصل لاساليب نحقق من خلالها التآلف والتوافق
من أجل تحقيق المصلحة العامة، بغض النظر عن أفراد، بغض النظر عن مصالح شخصية، بغض النظر عن فئات، لا ده مصلحة الوطن ككل. لما نيجي نلاقي يعني المحور الثقافي غايب لدرجة ان هم تتركوا هذا الخطأ من خلال المحاور داخل المحاور الرئاسي، عملوه محور فرعي. طب أيوه. ازاي ده؟ هو ده المفروض المكون الاساسي صحيح. اللي كل المحاور دي بتطور في الفلك الخاص به، لان هي اولا ما بنتكلم عن الثقافة ما فيش سياسة من غير وعي ثقافي طبعا. والتنشئة الثقافية وازاي تشكيل الوعي بقضايا المجتمع وهمومه وتحدياته. لما بنيجي نتكلم عن الاقتصاد، قيمة العمل وقيمة صحيح. الوقت وقيمة الانتاج والانجاز، كل دي قيم. لما نيجي نتكلم عن المحور المجتمعي، نقدر فين التسامح، فين احترام الاخر، يعني فين التبادلية، كل دي قيم ثقافية. بنتمنى دكتور منى من خلال كلامك ان يتم يعني نفرد له مساحة بقى في الفترة القادمة المحور اتمنى ان يبقى محور مستقل باربع محاور اساسية. صحيح، لانه محور مهم جدا ومكمل للمحاور التانية. طبعا استاذ علم اجتماع وفي نفس الوقت مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، يعني هل بتحاولوا من خلال لجنة الشباب، يعني عاوزين نعرف برضو مشاهد الكريم بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية، وإحنا بنتكلم على المكون الثقافي، إيه أولويات أو الموضوعات الرئيسية على أجندة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة؟ صراحة أول ما أعلن أن أنا مقرر لجنة الشباب في المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة، طبعا ودي لجنة من ضمن 7 لجان خاصة بوضع سياسات التنمية الثقافية، والعبء الكبير أن أنا واخدة الكتلة الحرجة في المجتمع اللي هي كتلة الشباب اللي بتشكل تقريبا أكتر من 60% من التركيبة السكانية، والشباب ده مش نسيج واحد، ده أكيد كل يعني في اختلافات وفي فروقات وفي توجه وهات. فقد ايه ان لازم لجنة الشباب دي تكون حاضرة بقوة وبتكلم، واحنا بنتكلم عن المكون الثقافي. انا 24 لجنة في المجلس الاعلى صحيح. للثقافة، ال 24 لجنة في تشبيك كبير جدا ما بينهم. من خلال لجنة الشباب اظن ان كل لجنة من اللجان اهتمامها الاساسي لازم يكون بيصب في مصلحة الشباب، فبنعمل تكامل ما بيننا، بتبقى الندوات مش ندوات داخلية داخل المجلس فقط لا غير، لان احنا بنخرج للمجال العام سواء مراكز الشباب، قصور الثقافة، الجامعات، المدارس. طبعا مش بس الندوات، احنا بنعمل ورش عمل وموائد مستديرة بنستدعي فيها خبراء للدلو بدلو وهم في مختلف القضايا الشبابيه، وبتطلع توصيات او اوراق عمل يا دكتور طبعاً من خلال هذه الورش، لان احنا مكلفين ان احنا بنقدم كل 3 شهور ورقه عمل خاصه بالسياسات لكل لجنه من اللجان عملت ايه خلال الثلاث شهور. المسابقات دي اللي بتشد الشباب باسم لجنه الشباب ويتقدموا بابحاث باقتراحات ونشوف البحث الفائز ونكرمه، حتى مش بتكلم ماديا، معنويا ويتم استضافته. ده في الفتره اللي جايه هتلاقي مبادره كبيره، في يعني اساسا في وزاره الثقافه جائزه المبدع الصغير، في وزارة الثقافة جايزة اسمها الكتاب الأول، يعني لو حضرتك عندك موهبة الكتابة وكتبته عايز تنشر، بيتبنوا هذا الكتاب وبيعتبروا أنه هو الكتاب الأول في المسيرة الأدبية وبينشروه مجانا، وانت اللي بتستفيد بالعائد بتاعه. ايه مبادرتكم يا دكتور عشان قدامي دقيقتين؟ احنا مبادرتنا خاصة بالإبداع الثقافي، الإبداع الثقافي في الشعر وفي الفن وفي لفئة عمرية محددة، احنا واخدينها ان شاء الله من سن 18 سنة لغاية سن يعني اقل من 40 سنة، 35. ابداع ثقافي يعني نقول في مجال الكتابة والشعر والرواية الشعر والصناعات والفنون التشكيلية في كل المجالات الفنية، ناويين ان شاء الله قريب هيتم الاعلان عنها، بس احنا بننسق لها وبنجهز لها، وزي ما حضرتك قلت مش مهم الجوائز المادية صحيح. قد ما هي المهم ان يكون في تقدير معنوي، في اعلان ان في الشخص ده عنده موهبة في المجال ده، مين يتبناه كده. وعلشان كده في حتى عندنا مبادرة ان احنا يعني التبني للمواهب المختلفة حتى بعد الفوز بتاع ان هي بنشوف مسيرتها ماشيه ازاي، هل حصل يعني صعب في متابعه صحيح لهذه المواهب وهذه النوابغ وفي كل مجالات الابداع الثقافي والفني. ايه الجديد اللي ممكن نسمعه عن شغل لجنه الشباب في الفتره اللي جايه؟ احنا في الفتره الجايه عاملين سلسله من الندوات والفعاليات اللي بتلقي الضوء على النماذج واعلام مصر الثقافيه في كل المجالات الثقافيه والتنويريه، بحيث ان احنا بنخلق قدوه للشباب، يكون يعني اكيد كل واحد لينا في مرحله من مراحلهم لما ارى عن شخصيه مذكره فبيتاثر
بيتأثر بيها وبيحاول يكون ينتهج نهجها، فاحنا مش عايزين النهج بتاعنا يكون لبعض يعني الفنانين النماذج السلبيه اللي بتدي اللي احنا مش راضيين عنها. عندنا فنانين عظام جدا، عندنا مثقفين ومبدعين في كل المجالات، فالشباب غايب عنه النماذج والقدوه دي، فاحنا هنسلط الضوء بشكل كبير جدا عن القدوه في المجتمع المصري في مجالات الابداع المختلفه من خلال ويكون الحاضر فيها شباب، وايضا اللي بيعرض عنهم بيتكلم عنهم هيكونوا شباب. هايل الفلاني الموسيقار الفلاني، فدي يعني حاجات حلوه جدا. انا سعيد بلقاء حضرتك جدا، واحنا اتكلمنا في نقاط مهمه جدا واتكلمنا بسرعه وبحيويه. ان شاء الله نتواصل مع حضرتك من خلال لقاءاتنا ونعرف اول باول نشاط لجنه الشباب، وبالتوفيق دايما يا دكتور. ميرسي ميرسي، شكرا على الاستضافه، شكرا لحضرتك وشكرا للجمهور. الاستاذه الدكتوره منى الحديدي، استاذه علم الاجتماع بجامعه حلوان ومقرر لجنه الشباب بمجلس الاعلى للثقافه، شرفتيني ونورتيني. شكرا شكرا. موضوع هام جدا اعزائي المشاهدين ان احنا نتكلم باستمرار ولا نكل ولا نمل عن تعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الحبيب الغالي. بياتي كلامنا ويتواكب مع نسمات انتصار اكتوبر المجيد، بعد ايام قليله تحتفل مصر بهذا الانتصار الكبير الذي اعاد العزه والكرامه والارض المصريه والعربيه. زي ما بختم وبقول دايما، عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. تحياتي.